شكرا مشاهدينا، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رشيد. سعيد جدا انني نتلقى بكم في هذه الحلقة هذه اللي غتكون مليئة بالمفاجآت. واليوم حاضرة معنا واحد الفنانة مغربية اللي قدمت مجموعة من الأعمال الفنية في المسرح، السينما وأيضا التلفزيون. شفتوها في مسلسل دار الورثة، أبدعت وأمتعت وغابت علينا تقريبا مدة ديال 5 سنوات. فين كانت وفين غبرات؟ هادو أسئلة كثيرة غنطرحوها عليها اليوم، ونتعرفوا أيضا على الوجه الآخر ديال الفنانة إلهام وعزيز. مرحبا بك. مساء الخير. شكرا هذا. إلهام مرحبا بك في رشيد شو. بارك الله فيك، شكرا. فرحانين انك تكوني معنا اليوم. انت انا فرحانه وصافي لونطون، شحال هادي ياك، ومرحبا بنا انا وياك عند الجمهور. اول سؤال سولت في الاول ونسولك الان، فين هاد الغبره هادي؟ ندير عليك العياقه ولا نقول لك الصراحه؟ على حساب شخصيتك كيفاش دايره. واش شخصيتك كيف قلتي انت؟ ولا كتقولي الصراحه؟ يعجبك دابا بغيتيني نعطيك دي فيرسيون نعطيهم لك. انت في شخصيتك واش عندك جوج وجوه؟ لا انا راه عندي اكثر من وجه. شحال تقريبا؟ شكون اللي فينا ما عندوش اكثر من وجه؟ بصح والله القسم. كتعيشي بجوج وجوه؟ انا كنعيش بزاف. علاش؟ حياه وحده ما تكفينيش، لذلك خساري التمثيل. ما نقدرش نعيش فقط الهام واحد. وتتمثلي في الحياه العاديه ديالك؟ ما كنعرفش على فكره. ما كتعرفيش؟ ما كنعرفش، ولكن اكيد علاش انا كنهضر على الوجوه. ولكن شنو تعدد الوجوه باش نفهموا اكثر؟ شنو بغيتي تعني بها؟ انا نقول لك بحال دابا انت في الدار كيفاش كتعامل مع ولادك، ماشي كيفاش كتعامل مع زملائك، ماشي كيفاش كتعامل مع صحابك، ماشي كيفاش كتعامل مع والديك. دونك كتبقى كتحيد هذا وكدير هذا وكتحيد هذا وكدير هذا. احسن عوانك مع تبدا الوجوه. اول مره فاش جيت عندك ما كانش فيا لو تراك، مشيت عادي بحال جاي نجمع مع خويا عادي. ما عرفتش اليوم بالضبط علاش شدني لو تراك اليوم بالضبط. ما عرفتش والله، حيت غبتي بزاف علينا داك الشيء علاش. ما عرفتش انتوكا مرحبا بك. حنا اليوم دار دارك هذه اكيد طبعا، وحنا كندخلوا عند المغاربه واعتبريني اخوك. انا اخوك اليوم في البرنامج. انت خويا شحال هادي؟ واخا اخوك غيسولك شي اسئله، شوف واش غيسولهم لك ولا لا. انت هو داخله فيا من دابا. على اين سولتيني على الغياب؟ اييه الغياب كنت محتاجه نرتاح. ترتاحي؟ وهذا الراحه واش نقدروا نفهموها اكثر؟ حيت الفنان ملي تيقول بغيت نرتاح، واش كاين شي حاجه نفسيه عانيتي منها في هذه الفتره اللي خلاتك؟ اكيد طبعا، اكيد اكيد. اشرحي لينا اكثر. كلشي الناس عارفين اللي كان وقع وهادي، كنتلاقى بالناس وكذا، ميم حتى في الخدمه، وخرجت شي هضره من الخدمه ماشي هي هذيك. صافي وصلت لواحد المرحله الانسان عنده طاقه ديال الاستحمال او الاحتمال عفوا. بقيت كنستحمل كنستحمل كنستحمل، وصلت لواحد المرحله صافي انهاريت فعلا. كان يا اما ناخذ هذاك البوز نرتاح فيه، يا اما ما غنبقاش نلقى الهام من بعد، وغنكذب على راسي وغنكذب على الناس. وصلتي لهاد الدرجه؟ لهاد الدرجه. حنا الجمهور اللي متبعك عارف المعاناه اللي كانت عندك في حياتك. او مازال اللي مازال، اللي هو الاختفاء ديال الام ديالك. مازال لا جديد الان. لا جديد في الافق. نعم، وهذه المساله طبعا اثرت عليك نفسيا. اثرت عليا نفسيا ومرضت وهادي، واللي اثر عليا اكثر هو الهضره اللي بدات كدور في الكواليس. فاذا بك كتلقى
زملاء وزميلات في العمل سامحهم الله كيقول لك لا راه هي دارت داكشي باش تشهر باش دير لبوز. هذيك الساعه باقي ما كاين لا بوز لا والو، ولكن قال لك باش تشهر. واش انا كنت محتاجه للشهره؟ واش هذه حاجه غادي تشهر على الناس؟ وخير دليل انني مني اتصلت بدوزام باش ندير مختفون. في الاول راه ما درتش الحلقه المختفون، درنا غير نداء وما بنتش انا، بنت خالتي ودازت علي واحد المده واتصلوا بيا من عندكم قالوا لي الهام، كانوا متبعين معايا بارك الله فيهم صراحه، كل شيء هنا كان متبع معايا داكشي خطوه بخطوه وغاديين امدرا اشنو كاين اشنو هادي اشنو هاد واحد الوقيته اقترحوا عليا قالوا لي الهام الا جيتي انت في الحلقه راه غادي الناس يتعاطفوا اكثر وغادي يبحثوا اكثر لان الناس كيبغيوك. نعم. فانا قلت عرفتي الغريق يتشبت باي قشه. درتي النداء؟ اه لا، بعد النداء اللي دارت خالتي جيت انا درت حلقه كاريمون مع مسيو هشام، درنا عينون درنا حلقه كامله اللي فيها انا وهضرنا وهادي وصوروا عندي وصورنا في كذا. فانا هذيك الحلقه ما درتهاش باش زعما قاصحه بزاف، ملي كتكون انت جالس في بلاطو كونسونطري على شخصيه اللي هي ماشي ديالك اصلا وانت جاي خدام فوق عينيك وكت بالصدفه شي وحدين جالسين فحال هكا وما شافوكش راك جيتي وقفتي وراهم فنانين وكتسمع هذيك الهضره ديال دارت هذيك راه دارت داكشي باش تشهر غير باش تبان غير باش هذا كيفاش غيبقى يبان لك شي تمثيل ولا شي حياه ولا شي حاجه ما غيبقى يبان لك والو ملي كتشوف يعني شي حد جرحتي ماشي تجرح تقطعت تمزقت بهذا المفهوم عرفتي بحال الجاج ديال الطوموبيل ماشي كيتهرس وكيتشقق انه كيتفرتت سامحهم الله هادشي سمعتي بودنك سمعت بودني وكنعرفهم واحد واحد ماشي في عمل في جوج الاعمال وقعت ليا يعني هذه المعاناه اللي النفسيه اللي عانيتيها جراء الفقدان ديال الام ديالك اختفاء ديال الام ديالك الجمهور تعاطف معايا والجمهور بكى معايا سمح لي قطعتك والجمهور كان في واحد المستوى اللي ما تقدرش تتخيله والناس اللي معاك يقولوا كلام جرحك قاصح وهذا قرار انك تختفي على الساحه الفنيه لهاد يلا زرعوا فيها البصله مشيتي فين مشيتي في هذه المدة هذه؟ احتاريت فين نمشي كنت باغا نسافر كنت باغا نمشي لشي بلاصه اللي عندي بنت خاصها تقرا عندها هذه انا بصراحه ما نكذبش عليك كنت غادي نمشي للبلاد كنت غنمشي للعربيه ولكن عندي بنت كتقرا اوروبا انا بنتي صغيره ما نقدرش نديها لاوروبا لانك عرفتي ملي كدير الاطفال لاوروبا صافي ودعتيهم خصني دوله عربيه اللي تقاليدها بحال تقاليدنا وهذا وكذا فالخليج ما نقدرش نعيش فيه باسكو مستوى المعيشه فيه غاليه اختاريت انني نمشي لمصر قطعت انا بيي بعد ذاك النهار ومشيت باش نشوف الدار وباش نشوف هادي ونمشي نشوف فين غنسكن ونشوف مدرسه ونشوف هادي وصافي وفي مصر ما حاولتيش يعني تبحثي على عمل في المجال ديالك مثلا التمثيل نقول لك واحد الحاجه انا كنت محتاجه نرتاح ما بغيتش تخدمي كاع ما بغيتش نخدم واش كنتي كتعيشي في ديك الفتره تحويجتي العمر اللي قالوا المصريين تحويجتي العمر عاونوني شويه خوتي وهادي مي الوقيته اللي كانت شي فلوس ديال ماما كاينه وداك الشيء عطاوها لي خوتي بحكم ان ماما من الاشياء نيت مزيانه هذه المناسبه لهذوك الناس اللي كيقولوا ان يا اللي كيقولوا كيفاش غريبه فين مشات ولا كيقول لك مشات زوجات ولا دارت حياتها ما كاينش شي حد غادي يمشي ويخلي لك لا كارت ناسيونال وباسبور وراقي وداك الشيء ديال الدار الوراق ديال الدار وكل شيء الوكاله البنكيه حتى فرانك ما كيتهز من البنك فهمتي يعني الموضوع غريب نوعا ما المهم كانوا فلوس ديال ماما وكانت عندي الوكاله وخديت الفلوس وهذه وخوتي قالوا لي زعما لانهم مقدرين الظرف اللي انا فيه وهذا ف المهم خدمت كنكتب لي كونسيبت ديال الاشهار والحوارات وهذه وكذا درت التعليق الصوتي باللغه العربيه على الوثائقي وهذه الغريب ان كانوا بعض زملائي في المينا ما كيعرفونيش انا شكون ملي كي المصريين ما تعرفكش شكون تقول لك ما عرفتيش شي فيك وجاك راه ما غريبش عليا ولا هادي ولا شي حاجه كديري شي حاجه في مصر قبل
على اي من بعد تيدخل الفيسبوك ولا هادي ولا كيفاش كيدير الى معزز يا هذا انت نجمه ما مش عارف طب شوفي نشوفوا المخرج الفلاني نشوفوا المنتج الفلاني هذا عنده عمل هذا داخل كنقول ما بقيتش باغا شي حاجه سميتها نوقف قدام الكاميرا عرفتي داك المجال الفني نهار اختاريت الفن اختاريته على اساس انه ارقى مهنه ماشي ارقى عفوا هناك مهن راقيه جدا بانه شيء راقي وفيه الاخلاق وفيه بزاف د الحوايج ملي دخلت وانا كنتصدم ولكن الصدمه الكبرى كانت في المشكل ديال ماما الا كنا حتى لهاد الدرجه حنا يعني كانت تجربة الا قلت لك وصفي لي الوسط الفني الان من بعد ما تغيرت النظره ديالك من اول مره كنتي كتحلمي تدخلي للميدان لان كيفاش كتشوفي الميدان الفني وصفي لي مثلا كون سولتيني هذا السؤال في 2015 كنت غنجاوبك جواب مختلف ياك الان غنقول لك ما بقيتش كنشوفه اصلا بالنسبه ليا انا السلام عليكم كنجي كنخدم ضحكه في البلاطو اللي ما ضحكش كنقول يضحك حنا كندير واحد الحاجه زوينه سميتها الفن ولا علاقات زمان ما عندكش علاقات الان لا كاينين زملاء و صداقات لا صداقات لا باش ما نكونش معاك ربما كاين شي واحد ولا جوج ولا هادي ولا رجال ماشي تاع عيالات ياك ماشي كي ربما لا كاين جوج زمان كنت بحال عرفت كيفاش نوصف عرفتي معاويه بن ابي سفيان تيقول لك لو كان بيني وبين الناس شعره لما قطعتها قالوا لي كيفاش يعني شعره رقيقه قال لي ما نخليهاش تقطع الا هما سحبوا انا نرخي انا دابا نكون مشدوده بالسلسله لشي حاجه ايا كانت عمل علاقات ما نعرف اشنا هو حسيتي بيدي ما مرتاحش في هذيك السلسله غنحيدها وغنلوحها ببساطه وربما كاع ندير لي يديها ونعطي لك يديها معاها ربي غيخلف عليا بصراحه اوكي الهام وعزيز غادي نكملوا الحوار ديالنا ولا الشو ديالنا وغادي نبداو بواحد لو بورتري واخا تعطل شويه لو بورتري لان خليتك تكملي القصه ديالك وانا من الناس اللي كيعجبني نستمع للضيف سيرتو الا كان كيهضر من قلبه نبغي دونك خليتك ما بغيتش نقاطعك وسمعت القصه ديالك وغادي نرجعوا نتكلموا عليها الان غنشوفوا ان بورتري مرحبا ونعاودوا نتلاقاو مرحبا مرحبا الهام وعزيز العزيزة على جمهورها مشرفين مشرفين الفنيدة الوحيدة التي لا تنتهي حلاوتها يا سيدي هذه يا في لا بونبونيتا شكون معايا من المسرح برزت موهبتها أيقونة الشاشة المغربية تتقن أدوار الدراما والكوميديا والكل يعرفها بقناعتها من اليوم ما بقيش تجيب لي الحاجة إلا ما جبتي منها جوج تحلف بحلوفها أن تضحكك في عمل وتهجره لك في أخرى قتلني وتهنى مني مرحبا بالبومبونيتا إلهام وعزيز وتبارك الله عليك الله يبارك فيك شاركتي إلهام وعزيز أيضا في أعمال خليجية وأعمال مصري كنظن للمرسي أبو العباس عندي هنايا وكذلك فيلم خليجي ولا مسلسل خليجي لا درت أكثر من مسلسل في الخليج شي 6 ولا 7 والأفلام المصرية 3 وهذا الشيء وأنا في المغرب اللي قال لك مشات كتقلب على وكنتي كتكلمي بالدارجة ولا باللهجة ديال على حسب على حسب نعم. على حسب كاين أعمال اللي كنت فيهم مغربية وكاين أعمال لا هما الأعمال كلهم كنت فيهم مغربية غير هو مثلا اما مغربيه عاشت تما وتزوجات تما ولدات تما يا اما مغربيه غير جات وغتمشي فكانت اللهجه مثلا مره سعوديه مره هادي مره كل مره واش على حسب السيناريو تقني هاد اللهجات هادو كتكلمي بهم اللهجات العربيه ياك دير معاك انت تيست دابا يلا سمعناك في المصريه يلا يلا اوكي شنو اللهجه اخرى اللي كتكلمي بها لهجة صعيدية صعيدية؟ يلا عطيني الصعيدية آه.
أيوة. أيوة يا غفير. الله، ويش الموسيقى الحلوة دي؟ أنت جبتوه منين هذا اللي يغني؟ هذا أبو شعر. أي هذا أبو شعر. هذا شرقاني، هذا الغفير. غفير. غفير يا بوي. منين جا هذه المسألة ديال إتقانك المجموعة من اللهجات؟ كيف تعلمتي هذا الشيء هذا؟ اللهجات تعلمتهم من التلفازة. كتفرجي في الأعمال بزاف؟ واحد الوقيتة، دابا ما بقيتش كنتفرج. واحد الوقيتة شوف تيلمو كنت أنا باغا نولي ممثلة وعارفة راسي، ماشي عارفة راسي، خايفة أنني نفتح الموضوع ونقول لي مرة باغا نولي ممثلة وكنقول موحاش واش يوقع داك الشيء، كنت قابلة التلفازة. اي حاجه كدوز التلفازه كنتفرج فيها، كلشي، اي حاجه، كلشي 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 كنت فيها. من اللي كنتي صغيره ولا يعني حتى لواحد الفتره؟ لان عرفت لا ملي صغيره كانوا مانعين عليا التلفازه كاع، هادشي اللي خلاني ملي كبرت شريت التلفازه وحطيتها في بيتي وبقيت كنتفرج هذاك الخضيط ديال الفرجه بردت. 20 عام الان وانت حاضره في الساحه الفنيه. الحمد لله. 20 عام الحمد لله. راضيه على مسيرتك الفنيه لحد الان؟ الحمد لله جدا راضيه. هاد التوقف اللي وقفتي ما نقولوا ما هرسش المسيره ديالك الفنيه؟ لا ابدا، بالعكس كان في صالحي، حيت لو انني استمريت وقتها ما كنتش غنكون بهذاك العطاء اللي انا رجعت به دابا. رجعتي بروح جديده زعما؟ رجعت بروح جديده وكنعطي حسن الحمد لله. كتشكري راسك بزاف. رحم الله امرئ ان عرف قدر نفسي. تبدلت على 2015 ولا 2014 هيك، لان انا ما شفتكش تقريبا هذه 9 سنين ما شفتكش. الراس اللي ما يدور كديا. ياك الراس اللي ما يدور كديا. الى معزيز الان كيتبعك الجمهور المغربي في مسلسل طريق الورد اللي لعبتي فيه الدور ديال حليمه. حليمه اللي عندها واحد القصه مؤثره، قصه اللي كيعيشوها بزاف ديال الفتيات للاسف في المغرب وخصوصا في العالم القروي، اللي هي موضوع زواج القاصرات. حليمه المعاناه ديالها كانت كبيره، وانا غنخليك انت تحكي للناس اللي ما شافوش المسلسل شنو القصه ديال حليمه وشنو المعاناه اللي دازت عليها. دونك غادي نحكي بلا ما نحرق احداث اللي جايه في المسلسل. حليمه هي تقالت في اعتقد في الحلقه الاولى او الثانيه بانها ولدت ولدها الاول وهي عندها 15 عام. حنا ما بغيناش حفاظا على مشاعر الجمهور ما بغيناش نقولوا بان هاد زوجات قاصر وكذا وكذا، فهمتي؟ فقلنا فاوتوماتيكمون كتسمع ان ولدت ولدها الاول وعندها 15 عام راه صافي كتفهم. الناس ما كيشوفوش هاد المعاناه ديالها. حتى من بعد غادا تهضر عليها، ما بغيتش نحرق الاحداث العمل، مي كيشوفوا واحد الشخصيه اللي قويه وشريره وما كتسوى ما كتصلح ومستعده تحالف مع الشيطان من اجل ولدها ومصالحها. ولدها 15 سنة ولدت الولد الأول، هاد الحالات كاينين ولا ما كاينينش؟ كاينين. كاينين للأسف. كاينين كاينين. أنا والله القسم اللي كنتلاقى مع شي أمهات، كنتلاقى مع الأم وبنتها ولا الأم وولدها، ملي تيقول لي راه ماما ولا تتقول لي راه أمي ولا هادي، ما يمكنش. تنقول لها ما شاء الله عليك كذا كذا، فهمتي؟ تنقول ما كتبانش عليك ولا كتقول لك ويلي أنا راه ولدت على 14 عام، أنا راه ولدت على 15 عام. وهادشي ما كنقدرش نسالك على في المجال القروي، كاين هنا في المجال الحضري. مشكل هذا. ما عرفتش دابا واش باقي بهذا القوة. ما بقاش بهذا الحيد، كنعتقد كان في واحد الفترة، دابا الأمور يمكن تغيرت، أيضا في العالم القروي مازال ولكن ماشي بهذا. لا أعتقد، أنا شوف لا أعتقد أنه باقي، لأن من بعد كان جا واحد القانون لأنه اللي منع زواج الفتيات قبل 18 سنة. عرفتينا حنا كشعوب عربيه كنعزز عندنا المراوغه، كندوروا القانون من اش كيديروا، كيزوجهم بالفاتحه، وانت كتقفل الدريه 18 عام عاد كيمشي يكاتبوهم، كيكون عندها ولد ولا جوج عاد كتمشي تكاتب. هذا مشكل. انا كنعرف حالات وقع لي معك. شنو المعاناه اللي عانت حليمه؟ تزوجات وهي صغيره من راجل كبر من باها، شنو كتسنى؟ وهي فقيره ما عندها حتى شي حاجه، هو لاباس عليه، فغتكون معاناة خيبة وبزاف.
انت عانات عانات كتشوف هاد الطفله هذه اللي هي طفله انا 15 عام بالنسبه لي طفله طفله عندك واحد البنيه تبارك الله شنو سميتها جوري شحال عندها من عام جوري 13 عام كيفاش كتشوفيها الان شنو كتشوفي فيها يعني دائما ملي كيكون عندنا الوليدات كنشوفوا عندنا الاحلام ديالنا ولكن كنشوفوا ايضا احلام اخرى من خلالهم انت شنو الاحلام ديالك اللي كتشوفيهم من خلال البنيه ديالك جوري بغيتها تعيش سعيده ما كاينش سعاده مطلقه ولكن ضروري مشيت ولكن ما يكونش بزاف بغيتها تعيش فرحانه ودير داكشي اللي كتبغي شغفها يكون هو خدمتها كيف قدرت انا داكشي اللي كنبغي هو اللي امتهنته وبغيت ومع ذلك عانيت وبغيتها تبقى كما هي الان حقيقيه لاننا ولينا كنشوفوا بزاف الوجوه مزيفه ما نقولش لك انا ما لا انا ماشي مزيفه بدايه الحلقه قلت لك كنا كنلبس 70000 قناع فهمتي ولكن كاين الناس اللي كيلبسوا اقنعه مع انفسهم مع ذاتهم مع اولادهم في حياتهم بزاف خصوصا مع مواقع التواصل لا هذيك بزاف هذيك ولا هذا الكوتي فيك بزاف يعني لا بزاف داك الناس كتلقى تيدير الفلتر ماشي غير في وجهه حتى في حياته حتى في شنو كيوصل للناس من خلال بزاف 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 بواحد الشكل ما تقدرش تخيله وكاين الناس اللي انا شخصيا كنعرفهم هما هكا وكيطلعوا ينضروا لهكا هي راه ماشي هي ممكن نعطيك النصيحه وانا ما كنديرش هذاك الشيء لانني بغيت لك الخير ولكن ما تجيش تقنعني تقول لي راه انا كندير هذاك الخير ديرو معايا لا قول لي انا راه فشلت نوصل لهذاك الشيء وانا ما عرفتش فبغيت لك الخير ديرو ولكن ما تمثلش عليا انت اليوم ما غتمثليش علينا في الحلقه بان لك كنمثل لا عافاك الا بان لك كنمثل في اي لحظه توقفني انا والناس اللي كيتفرجونا يكونوا لاحظوا واحد المساله انا بعض المرات كنسول شي ضيف ماشي كلشي كنلقى هذا الجواب بزاف ديالاش شنو ديفو ديالك كيقول لك انا طيب انا ظريف انا طيب انا طيب انا ظريف انا سخين انا نيه لا انا منسوح ما منسوى مصلح مزيان دابا باش ما نكذبش عليك ما تسوي مصلحي لا شوف قلت لك قبيله واخا تكون وهذه فرصه باش نسولك الا سولتك قول اشنو هو اكبر ديفو ديالك اكبر ديفو ديالي من غير انك طيبه ونيه لا شوف لا فيا بزاف ديفويات المشكله من كثرتهم ما عارفاش نحدد لك اكبرهم ولا واحد مثلا واحد من هاد واحد ما بقيتش كنقدر نسامح لا بتاتا زمان كنت كنسامح وكنت مرتاحه نفسيا مع ان السماح نقولها للجمهور السماح ماشي في مصلحه الاخر بقدر ما هو في مصلحتك انت ملي كتسامح كترتاح ولكن انا ما قادرش نسامحك غلطتي فيا ما قادرش نسامحك العفو مربوط بالمقدره وانا ما قادراش ما بقيتش قدرت نسامح العفو عند المقدره انت ما قادراش الان لا ما قادره نسامح حتى شي واحد اللي دار فيا قد هكا ما غنسمحش ليه وباغا حقي كنقول الله في السجود وفي الركوع كنقول ليه بغيتو هنا وبغيتو لهي انا عرفتي دوبل انا في هذه الحلقه غادي نمشي معك دقه دقه سير تولي اختي ما تسمحيش ليا نولي في مشكل انا صافي لا 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 ولكن انت كتقدم برنامج وهذه خدمتك ما تجاوزتيش عليا ولا خديتي ليا شي حاجه حقي لا إلهام عزيز غادي نكملوا الشو ديالنا وغادي نشوفوا مقتطفات من بعض الاعمال اللي قدمتيهم غادي نشوفهم حالا وغادي نتلاقاو معك واخا سيدي مرحبا حاشا لالا تكون جبتها من الزنقه انا هذيك واش درتها عندكم هنا واخا ديري اللي درتي والله داك النهار اللي خليتك حلمتي به قهروني باك بور هذا الله حتى حد ما باغي يدير نظامو انا مالي انا فين مندوي معاك كنت علي حي 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 العيالات كثر من الرجال ولي باك بور واش انت غدير راسك في هذا الهاتر وسير حيد عليا قجادرك وحناشك وسخن شكل وحال الاخرى اللي ما تجي منه حقا فكتيني اش كنتي درتي في الخدمه شتك ولا فتي الريح شي لا كان هذا السيب واش عيب كاع لا تشاور معايا فيها عقم ولا انا ما نفوت لها الدار تقسم تاع المكان ودويخت شكون قال لك سكتي ها مرحبا دردكي عمرك طويل يلا كنا داويين عليك ايه ولا لقى شي حد اخر من غيركم اختي نسولك على هادشي وانا بحالي بحال الله شخصيه جميله في طريق الورد ومن شخصيات اللي
عجب الجمهور ايضا. هي شخصيه ديال الشخصيه ديالك اللي لعبتي في دار الوراثه. فنيده انا بغيت تهضر معايا اليوم. فنيده قول لي، بغيت نسولك. نعم اخويا. واش مزوجه ما مزوجاش؟ واخا لي اش غنقول لك، فريده راه حنا دوزناها ياك. وتزوجتي نحب ولا شي حاجه اخرى؟ وحي الدنيا مخلطه وانت سير تسولني بهكا. نسولك حدا الناس زعما ولا كيف؟ نبغيك ايضا تكوني جريئه هذه المره. قول وتجاوبي على اسئله الجمهور اللي حاضر معنا. اكيد انهم حتى هما عندهم اسئله ليك. مرحبا. نتمنوا انك تجاوبي عليهم، اما ما تقصحوش مع الاسئله عفوا. في اخبار كانت تعجبوني الاسئله ديال الجمهور. ياك ونتمنوا يكون. عرفتي علاش؟ ببساطه. ببساطه. لان انت كمقدم برنامج وانت ما شاء الله عليك اشطر واحد عندنا في المغرب، كت عندك اعداد وكتوجد وكتقاد، مي الجمهور كيسولك على طبيعته. على سجيته. على سجيته. اوكي. تفضلوا مرحبا. شوفوا نسمع اسئلة الجمهور يلا. السلام عليكم بيضاء. معك احسان من كازا. اهلا وسهلا. السؤال ديالي هو، بحكم انك شغلتي في اعمال عربيه مصر والخليج، شنو هو اعلى كاشي خديتيه؟ هنا ولا لهيها؟ ليها. ليها. شي عمل اشتغلتي فيه في بالحق هذاك. انا السؤال كنت غنسولو لك واحد الفقره ولكن دابا صدقاتو لك مزيان. معليش ماشي مشكله. هو ما بغيتش نقول بحال هذا الشيء حيت الناس على فكره هذاك اعلى كاشي خديته كاع في حياتي باش نكون واقعيين. كانت 750 الف درهم مغربيه بلس البوكي طماني وصلت لواحد يعني نقول واحد تقريبا 70 75 مليون بلس البوكيت ماني ديفريمون وصلت اكثر. وصلت ل 80 مليون. شويه زايد. بارك الله. اوكي. نسمعوا سؤال اخر تفضلي. السلام عليكم بعدا، معك يسرى من كازا. اهلا وسهلا. عفاك بغيت نسولك زعما واش ما عمرك ما تعرضتي لمضايقات في الوسط الفني؟ مضايقات في الوسط الفني من اي نوع؟ بحال تحرش. هذا الشيء عطا الله فيما كان ماشي في الوسط الفني. وشنو المضايقات اللي تعرضتي لها مثلا انت كفنانه؟ كاين شي حد اللي تيحقرك ياك؟ تيقول لا واش فهمتي؟ كاين اللي تعرضتي للحقره مثلا؟ بيان سور كتعرضت للحقره. بداياتي تعرضت للحقره. كاين اللي ما كيتيقش فيك كيقول لك زعما غتقدر ما عرفت. تعرضت مثلا وحتى من بعد الشهره ومن بعد هذا وكذا كانت مضايقات مثلا من شي حد. ما كاينين شي ناس، سمحي لي انا كنجاوبك وكنشوف رشيد، كاينين شي ناس سامحهم الله عندهم واحد القضيه ديال كيكرهك ولا يضايقك حيت هو ما قدرش يوصل لداك الشيء اللي انت وصلتي ليه. نعم فهمتي؟ ف عادي جدا. ونقول لك واحد القضيه وهذه رساله للشباب كامل، المضايقات كاينه في اي مجال. انا وصلت لمرحله كنت كنسمع المعيوره في وجهي هك وكندير راسي بحال كنقول في الحوار وكنكمل عادي ولا كاني سمعتها. نعم نسمعوا سؤال اخر. انوار من الدار البيضاء. مرحبا. الى ما شنو الدور اللي ما كتبغيش تلعبيه؟ الادوار اللي ما كنبغيش نلعبها، شوف بصفه عامه الدور اللي زايد فهمتيني رشيد؟ اكيد على فكره هذا السيد راه ممثل شاطر وكوميديان قبل ما يجلس في هذا الكرسي ديال رشيد الشو، ما عرفتش علاش طلق الكوميديا والتمثيل. راه هو غيفهم هذا الجواب مزيان. وقيلا هاد الناس عارفين هاد المعلومه ولا ما عارفينهاش، غيفهم هذا. شي مرات شي دور غيكون غير زايد. انا راه ما عنديش مشكله نقدم مشهد واحد في فيلم ولكن يكون عنده اهميه ويكون غيبصم وغيخلي بلاصتو، اما غير هكاك تكمله عدد وحشو لا. اوكي رشيد انا نقلب عليك. انت غتولي المقدمه ديال البرنامج. رشيد نعم. ممكن نسولك واحد السؤال؟ نعم. ما ممكن تحرش شويه ولكن عادي الجمهور. علاش ما بقيتيش كتمثل؟ ما بقيتوش كتخليو لي فرصه، خديتو كل شيء. ما كيعيطوش ليك؟ كيقول لي فوالا كاين عندنا الهام وعزيز، عندنا فلان، عندنا فلان. ما بقاوش كيعيطوا لي. دوماج.
على فكره ولا لا نتمنى ان شاء الله شي نهار نمثل انا وياك شي حاجه يا ريت والله عرفتي علاش لان بصراحه انا من الناس اللي كنت متبعك بزاف واللي كيعجبني وربما احنا راه ماشي عارفين احنا ما كبرش باقيين صغار غير كاين واحد الاجيال طالعه دابا ربما ما كتعرفش واحد واحد الحاجه زوينه عند رشيد من غير انه ممثل ما تنجملكش كيلعب كذا شخصيه يعني يقدر يلعب هادي وهادي وهادي وانا شفت شخصيه هادشي كاين في اليوتيوب ولا كاين شي بلاصه ودخلوا شوفوا وقلبوا والله القسم بيه فيه ديروا بيه فيه بيه فيه كاين بزاف ديال الاعمال اللي اشتغلنا عليها ولكن شوف رشيد شو انا نقول لك انا مزيان سولتيني رشيد شو الما بوفي خدا لي الوقت بزاف خدا لي بزاف د الحاجات وما يمكنش عاوتاني يمكنش ندير بزاف د الحوايج في دقه واحده كنحاولوا مره كان هو استهلكك نعم ولكن راه انت كممثل راه عندك واحد الطاقه رهيبه جدا الله يحفظك ما والله قسم بالله بدون مجامله ما تحصرهاش في كرسي وبيرو ضيوف شكرا وطالما انت كتسجل سجل وخصص ولو غير شهر في العام واش عرفتوا بان دابا تحولت انا خصص ولو غير شهر في العام نعم. دير فيه شي كابسول ولا شي حاجه ولا انا معك والله القسم كنهضر معك بالصح شكرا لك صافي انا معك والله تسناوني قريبا شكرا إلهام العفو نشوفوا سؤال اخر السلام عليكم معك سناء من خريبكة اهلا وسهلا شنو هي الشخصيه اللي لعبتي وحسيتي بها قريبه لك شوفي شخصياتي كلهم انا كنسميهم شخصياتي شخصيات كلهم شخصياتي كلهم قرابين مني وعزازين عليا وكنعتني بهم وكنتهلا فيهم يعني انا كنصايبهم مهما دوك الشريرات والخيبات واللي ما عندهمش اخلاق وكذا مي كلهم قراب مني ولكن شي شخصيه يمكن يتمخك اكثر يعني بقات راسخه في الذهن ديالك كتقول هذه شخصيه اثرت فيا بزاف ولا عشت معايا بزاف تقدر تكون في الكوميديا ولا الدراما اللي عشت معايا بزاف هي فنيده عشت معايا بزاف لان الناس بقى في الزنقه الان كيقولوا يا فنيده مع الغريب دابا طريق الورد يلا دازوا جوج حلقات نعم بداو كيعيطوا لي القايده حليمه على زادوا القايده دابا انا مرات الشيخ ما عرفتش هذيك القايده حليمه منين جات يمكن حيت المراه فيها قويه دابا في الزنقه وفي السوشيال ميديا مسميني القايده حليمه باقي القايده حليمه غتسالي مع فنيده نشوفوا سؤال اخر الفنانه الهام وعزيز يلا السلام عليكم السلام معك محمد من مدينة الدار البيضاء مرحبا احنا جد مسرورين في هذا البرنامج الشيق ديال السي رشيد شو وحنا فرحانين بك وعندي لك واحد سؤال واش انا هو السي رشيد شو الله يحفظك شكرا لك بعدا انا قلتها باش نضحكوا تبارك الله عليك تفضل لا راه تسموك رشيد شو كلشي عندي لا تقول لي السي رشيد شو عندي لك واحد السؤال الاستاذة الهام بارك الله فيك السؤال ديالي تيقول بالنسبه لك انت كفنانه ودرتي شي عمل خيري مع شي فنان ولا فنانه يعني عطيتي هذاك المجهود ديالك انت وردات لك الخير الشمس العاشيه في الحياه ديالك كيفاش الشمس العاشيه الشمس العاشيه وهي رداتو لك بالشر راه واقيلا نجي نمشي كوكب اخر السؤال شنو هو اللي درت ولا واش فايت درتي انا اللي فهمت من السؤال ديالو هو ان واش فايت درتي شي حد الخير ورجع لك بالشر اكيد غيوقع بحال هذا الشيء والحياه هذه ماشي كاع الناس ملائكه عشتي هذه المساله هذه عشتي هذه القضيه عشتها مع ناس قراب لك من اش قال لي طرشيني يدي ولا ما عرفتش كيقولوا لي عادي اوكي نسمعوا اخر سؤال السلام عليكم معك مدام ليلى من كازا بغيت نسولك واش ما كتفكريش في المجال السينمائي من ناحيه زعما انني نمثل مثلت في سينما كانت كان فيلم خارج التغطيه بطوله سي مصطفى الداسوكين ومصطفى الزعري كان مع عزيز داداس كان واحد مجموعه من النجوم انا بغيت نوجه تحيه لسي مصطفى الداسوكين ايه الفنان الكبير تحيه ليه واعترافا بالجميل ديالو والفضل ديالو عليا هذاك السيد انا خدمت معاه في بداياتي وانا كنقرا في المعهد مع سي محمد عفيفي الله يرحمه تعلمت ما هو اكاديمي فوق خشبه المسرح نعم سي مصطفى الداسوكين علمني الحرفه
طلعي فوق الخشبه لا عندك شي جهد وقدرتي تشدي الجمهور راه غتشدي، ما قدرتيش الله يعاونك. تعلمت منه بزاف د الحوايج، تعلمت منه سرعه البديهه والارتجال، تعلمت منه ان ممكن يكون سورسين ويعطيك شي 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 كاك ولا شي حوار ما كاينش كاع في التكست وخاصك تجاوبي. علمني بزاف د الحوايج، لذلك كنقول له سي مصطفى الدسوكين كتبقى مدرسه انا مريت بها وكنعترف بها، وشكرا لك بزاف بزاف بزاف، وفضلك عمرني ما غادي ننساه. نمشي ونشوفوا اخر سؤال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم السيده سعيده النصيري. سؤالي الفنانه ديالنا الهام، السؤال ديالي كيفاش كان الاحساس ديالك بالاختفاء الاب ديالك؟ في الاول كتكون دهشه وكتقول غيجي غتجي غتا، وكتبقى ما جاش اليوم، ما جاش غدا، اليوم غيحل الباب، اليوم غدق، غدا غدق، كيدوز الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، الرابع، العام الاول، الثاني، الثالث، فوق ما كتهبطي من باب دارك كتلقاي جارتك امدره، وكيفاش طرا ليها تمشات، وكنتي انت ولا ما كنتيش، وقلبتي ومشيتي عند البوليس واش قالوا لك في السبيطار، وقلبتي هنا وانت هابطه مع الدرج كتلقاي وحده اخرى كتقولها لك، وانت غدا السوق كتلقاي وحده اخرى كتقولها لك. اعتذر منك، ولكن انا هذه الرساله ما كانتش ليك انت، كانت للناس كلها باش يفهموا شنو هو الاحساس. اسمحي لي الهام. نعم. فرحانه معنا اليوم في الحلقه؟ فرحانه معك. ناشطه؟ والله لا ناشطه بزاف، هذا الشيء اللي بغينا حنا. الحمد لله تكوني فرحانه ونفرحوا الجمهور اللي كيشوفنا. وعندي لك واحد المفاجاه، ما عرفتش واش غتفرحك ولا لا. عادي. هو واحد واش معجب واش فان ديالك واش شي حد مهم رامس داني قال لي والو الهام وعزيز بغيت نشوفها، صوت جاني في شكل بعدا. المهم ها هو معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مفوجين مع راساتكم ها، معاك تيا سمك الله قلتي الهام وعزيز الا بغيتي، ومعاك عزيز شخصيا. عزيز مرحبا سي عزيز. وشوفي الهام وعزيز راجع عندك عزيز شخصيا، راك عزيز عليا ما تحيدهاش من بالك، واخا راه الفحوله والسخاوه ومهود عندك. مرحبا. كيداير لاباس عليكم؟ الله يحفظك. تعال ندعي معاك راك عزيز عليا. الله يحفظك. سير رشيد انا بغيتك تبقى ديما في العلالي كيفك كيف كنيتك. الله يحفظك. واللي ما غواكش يتحمل العلالي. امين. ها هو اللي غواك يبقى في العلالي. الله يحفظك. تاع معاك هادي قولوا امين. الله يحفظك. امين. اجي قول لك. اسميتك؟ عزيز. يذكر طوينة عزيز. رشيد. خسرتش معاك الهضره ديالك. عنقني يا عزيز. وزيد راشي عزيز عليا ودي راشي. قولوا هنا يدك راه طبيب. اهلا. جلس جلس يا عزيز جلس. مرحبا. مرحبا مرحبا. حط عبول حط فيه بالشرجم. ها هو صداقك. عجبك؟ عجبك؟ وي على الضحكة والله انت زينة الزبيبة. اي ضحكي لي انا عاوك انا. صافي. صافي. كتعجبك؟ نموت عليه انا.
صح كنموت عليك انا فقت ليا الزهره طلقتها كنت مزوج انايا بصح طلقتها قالت لك فيك ريحه القط اش فيك ريحه القط وريحتك عليط انا في ريحتك عليط انا في ريحتك عليط والله ما عرفت شنو وقع عليط والله بصح ما عرفت انا دابا قلبتك ريحتي لا حاشا ريحتي زينه ريحتك زينه هو في واحد القاعده خايبه شنو هي انا خبيتك تزوجي بيا لاش باش تجمعيني نجمعك انا جمعت راسي لا جمعيني يا الهام جمعيني يا الهام راه اللي قدامي كنعطيه ولي ورايا كنعطيه للعيالات جمعيني لا هو مبلي بشيخات انا مبلي بالغرام انا واحد الارض كانت واحد الارض كانت في 5 متر ولي صافي غنطلق انا وياك واخا انا ما باغاش نتزوج بصراحه ولكن اللي تنبلي بالشيخات انت هو ديال العشره انا عز عليا الشيخات وعز عليا التبوريضه زيدي ودير ليا لوطاق زيدي والخزانه ونعامسي انا راه ما قويله شكيت ولكن دابا فاش قلتي بحال كاينات ما كنت ماشي انت اللي علقت لك 1400 في واحد الموسم ها كنت لابسه هاي الهام الهام لا هاي ها البيت ها انا شوف انا قلت لك عزين عليا الشيخات عزيز عليا الوثاقات والخزاين والمواسم وهادي تلاقيتو ولكن انت قلتي عقلتي عليا واقيلا حتى انا اللي عطيتيني 1400 في الموسم ياك 1400 كنتي لابسه الجلابه الفانيه ديال مبرشه بصفر انا عاقله انا عاقله كنت لابسه الجلابه ديال الفانيه ديال تبديل الثاني عطيتيني 400 وقلتي ردي الصرف عطيتك 400 في اللبسه الاولى ولبستي الفانيه ديال مبرشه بصفر طاف تقطع بيني ما نعقلش عطيتك 1400 اجي شنو المواصفات ديال الزوجه كيفاش خصك تكون دايره الزوجه تكون بحال هادي دي غورديو تكون دي غورديو مهوشة كتبين فك مهوشة تموتي على الحد السوالم وتموتي على الشموم كون طليت تديري لي تيو شكلي عاود لك هذا الشيء وين فك ويدك عادي تغمس واصدق عرفتك ما عديش مع الخروجان لا انا عزيز عليا السواق عزيز عليك الدار تقيع في الدار لا انا ما بيتوتي راه عارفين كاع الناس عزيز يبقى في الدار ولكن كيعجبني نمشي للسواقات ونتهلا فيك كيعجبني نمشي للمواسم وشوفي ها صداقك ها غرامتك انت زعما جابيا صداقي دي معول لي انا زعما غنوض ونقي نطيب ليك عولتي علينا راك تنضغو اش بغيتي اش كنتي انت باغه زعما اش كنتي كتخيلي مشات هذاك الحداقه والتاويل وداك الشيء دابا بغيت تجي يجي ويجيب معاك اللي يخدمك ويطيب ليك انا اختي كي كيديروا الكور ولا كي كيديروا كي كيديروا كي كيدير دابا يترشم ولا وا صباع عندك خلاصو يلا يلا نصحو او يلا اجي معايا عشتني لا لا اسمعي زوج
حيت الجمهور العريض اسمعني الجمهور العريض كيشوفنا وشافك درتي شي لقطات دابا ما مفهومينش دونك صفقوا على غيتا عصفور عافاكم صفقوا على غيتا عافاكم وسلامه تعال عندك اليوم بارك الله عليك الله يبارك طلب زواج داك شي طلب زواج غريب بحال هذا شي مره بزاف ياك والله اجي ما مسولناش على الحاله العائليه طبعا شوف هاد المساله كتبقى خاصه بك يعني بغيتي تجاوب عليها بغيتي تجاوب عليها راه انت حره لا هذه ماشي مشكله ولكن غير انا تقريبا دابا شحال 10 سنين وانا ساكته نعم انفصلت 10 سنين هذه نعم ولكن الحمد لله انا الان احسن وبخير كنتمنوا لك ان شاء الله حياه سعيده الان عندك جوليدات جبنيتات وبنيته واحده بنيته واحده الله يخليها لك الله يخلي لك صحتك شكرا الى مو عزيز انا عارفك صريحه الان غنسولك اسئله كتبدا بكل صراحه اها يلا نجاوبك نبدا الجواب ديالي بكل صراحه يس واخا بسم الله بكل صراحه واش الغياب ديالك على الساحه الفنيه كان السبب فيه شخص من الميدان الفني شوف انا جاتني بكل صراحه جاتني اخبار بان السبب فيه كان شركه معينه ياك ولكن انا هذا الخبر ما جاني انا اصلا في بلاد اخرى انا قرار انا نمشي كان قرار انا خديته بيديا مي سمعت من بعد بانه تكتب فيا شي رابور ولا ما عرفت داك الشيء ولكن ما عنديش مشكله بكل صراحه شنو هي الفتره اللي تبغي تمسحي من حياتك نمسح بكل صراحه فترات كثيره باش نكون معك صريحه بزاف الفترات في حياتي ما كرهتش كنتي غتقولي شي حاجه وترددتي فيها انا نقول لك شنو اللي كنقول لك تنقول لك من 2011 لدابا ياك ولكن كاين فيهم حويجات زوينين لحظات زوينه عشتها مع بنتي زوينه اعمال زوينه قدمتها في هذه الفتره وانا فخوره بها دونك الا جينا نمسحوا كاين هنا خصو يتمسح هنا خصو يتمسح بزاف الحوايج بكل صراحه شنو الغلط اللي درتيه وكتقولي ما عمري نسامح راسي عليه بصراحه بكل صراحه بكل صراحه بزاف الاخطاء ارتكبتهم ولكن ماشي ما عمري نسامح نفسي عليه كنقول ما عمري غنكرره نعم ملي كتوقفي قدام المرايه بكل صراحه شنو هو العتاب اللي كتوجهي لراسك ولا نقولوا اكبر عتاب كتقدري تقولي لراسك نكون معك صريحة بكل صراحة بكل صراحة غتقول لي عاوتاني ثقة في النفس وتقدر تسميها غرور لا بالعكس بكل صراحة أنا كنوقف قدام المراية كنقول الله شحال زوينة يا إلهام أنت قوية وأنت قادرة يلا مع أنني كنكون من الداخل مدقدقة مهرسة مشتة كنقول يا شحال زوينة يلا إلهام أنت قادرة أنت واقفة وأحيانا بكل صراحة ما كنقدرش نشوف راسي في المراية إلهام وعزيز الآن وصلنا للفقرة ديال الماسك اللي غيكون فيها الضيف المفاجأة ديال الحلقة ديالك اها وباش تنجحي أكثر خصك تتعرفي على في أقرب وقت على الضيف ديال الحلقة ديال اليوم اها نشوف قدامك ولكن انتم ما دايرين لي حتى ديزيفي ولا شي حاجة لا غير خيال ديالك الخيال ديالو ولكن ممكن توصلي معاه وتسوليه ويجاوبك عرفت الفقره غير انا قلت لكم ما زيدينش عليه شي حاجه حيت كيبان لي الجسم مخصر هكا يعني بنت ولا امراه اوكي يلا ممكن تواصلي معاه ولا معها مساء الخير مساء الخير ممكن تجي شويه على اليسر ديالك شويه بنت ولا امراه ياك بنت كتعرفيني قريبه ليا ما نقدرش نقول لك خدمنا انصومبل محال واش هاد الاجوبه هذا محال واخا بلاتي
ساكنه حدايا؟ قريبه ليك. قريتي معايا؟ لا. بلاتي ساكنه حدايا قريبه ليا. واخا ساكنه حدايا دابا ولا قبل؟ دابا. دابا شكون 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 شنو كتعرفي عليا؟ علاقتك بيا شنو هي يا؟ ما نقدرش نقول لك. دابا باش نعرف انا كن نعلم الغيب. خلي خلي. اخر مره تلاقينا ما عقلتش رشيد. شي حاجه كتعجبني، شي شهيوه، شي ماكله، شي حاجه كنشريها، شي بسطيله تاع الدجاج تاعك. لا 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 لا، انتي اللي كتعجبك بسطيله الدجاج ديالي انا ياك؟ ها بجوج. بلاتي خصني، بديتي كتشكي شويه. اه تبغي نحلوا لا فينيتر بعدا قبل ما تحيد الماسك؟ شوفي نقدروا نحلوا هذا سرجم. ما تيعجبكش التمثيل ياك؟ لا كيعجبني. لا ولكن انتي ما باغاش ديري التمثيل. ما عرفتش. بدلتي رايك اذا. جوري. بنيه ديالك. عم نتحاسبوا. صافا لاباس عليك؟ يا الله ما شاء الله ما شاء الله، جيتي زوينة حبيبتي. حبيبتي ماما جيتي زوينة. جوري احنا فرحانين انك معنا اليوم. كانت انا فرحانة وانا عجبتيني في ماماك، ما خليتيهاش تعرف والو في الاول. هادوك اجوبة هادو. وشنو بغيتيها تقول؟ تقول لك من الاول حرقنا السسبانس وكل شيء. شنو بغيتي تقولي اليوم لماما قدام المغاربه جوري اليوم من رشيد شو؟ شنو تقولي لها؟ بغا نقول لك شكرا على كل شيء. حبيبتي علاش؟ لا هي اللي كتعيي معايا. ماما وعلى شنو اخر؟ وكنبغيك بزاف. حتى انا ماما كنبغيك بزاف، هذا واجبي. شكرا كنحشكش كافحي معايا حبيبتي. هذا واجبي انا، هذا واجبي. هذا واجبي يا ماما، هذا واجبي. جوري شحال عندك من عام؟ 13. 13 عام تبارك الله ما شاء الله. شنو تقولي اليوم للبنيه ديالك هنايا؟ الحاجه اللي نبغي نقول ليها تقريبا بحال داكشي اللي قلت لك في الاول، نبغيك تكوني فرحانه سعيدة في حياتك، ديري داكشي اللي كتبغي ايا كان. انت عارفه كنقولها لها دائما، كنقولها شي الا بغيتي تختاري شي مهنه اللي يحتقرها العالم كله، انا بالنسبه لي طالما انت كتبغيها ما عنديش مشكله. المهم تكوني كديري داكشي اللي كتبغي. ثانيا تكوني غديري اللي تبغي غتنجحي، وخاصك تعرفي بان اكبر فرحه غتعطيها ليا، انت عارفه انا شحال ماذا تعني لي كلمه الفرحه، هو نشوفك ناجحه وفرحانه فقط، ما بغيت والو. شكرا. ميرسي ماما. شكرا. ماما كي دايره معاك في الدار؟ صعيبه بصراحه؟ بصراحه صعيبه ولا ظريفه؟ واش المراه صارمه ولا كيفاش دايره التعامل ديالها هي وقانتها؟ اه امتى كتعجبك هي؟ فاش كتكون فرحانه ياك؟ يعني فاش كتكون راشقه ليها؟ راشقه ليها. وفاش ما كتكونش راشقه ليها؟ كتعصب. كتعجبنيش ملي كتعصب. ياك كتعجبك في التمثيل ديالها؟ شنو العمل اللي قدمته عجبك؟ هاد العمل الاخر تاع طريق الورد دور حليمه عجبني حيتاش شرير. شرير.
ملي كيكون التصوير عند ماما كتوحشيها طبعا، لان كنعرفوا الممثل كيكون كيغيب بزاف على البيت ديالو، كيفاش كتقدري تعوضي هذه المساله هذه؟ هي ملي ما كنكونش خدامه ما كنخرجش من الدار، كتبقي معاها طول الوقت 24 ساعه على 24 ساعه كائنه بيتوتيه بامتياز. جوري، شنو معنى هذا الاسم؟ نوع من انواع الورد. نوع، وانت ورده اليوم. انت ورده منوره البلاطو ديالنا. شكرا. تصفيقه تلافكم. كيف دايره في الدراسه؟ مزيان؟ الحمد لله. كتابعي الدراسه ديك الان اي سنه؟ بروميير اني كوليج. بروميير اني كوليج، كنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. غادي نعطيك شي مواصفات وقول لي واش كاينين في ماما ولا ما كاينينش. صافي. اوكي. تجاوبيني بصراحة، ما خلاش هي تهضر. لا لا بصراحة. اوكي. صافي. يلا. ماماك عصبية. اه. ماماك فيها النقير. شوية. شوية. ماماك شخصيتها قوية. اه. ماماك سخية. اه. اه ولا شوية؟ اه. ماماك صبارة. اه. صبارة بزاف. اه. شجاعة. اه. حادقة ولا ما حادقاش؟ حادقة. حادقة؟ اه. وشنو هي الحاجة اللي ما كتعجبكش؟ ماما. اه. اللي كتعصب. صافي. شو قالت عليك شجاعة وصبارة و... هي بالطبع جوري قليلة كلام. نعم. العكس ديالي أنا تماما. يعني عندها الكلمة بالحساب. اه لا. ولا ما هضرتيش معاه ما تهضرش معاك، فهمتي؟ ماشي بحال الشكل ديالي انا تن ندير. انا كنت كنضحك فاش كنتو كتهضروا باسكو شي حوايج سولتيها عليهم. اييه. وكنتخيل راسي كنسولتي اني انا دوك الاسئله كنقول لك اه واه علاش ولا واه علاش هي لا تاك تاك تاك. وشنو الحوايج اللي شبهت لك فيهم؟ سنسيبل بزاف، حساسه شخصيه حساسه، حنينه، كتومه بزاف، كتومه ما تقولش، واحيانا كتومه معايا انا، ماشي كتخبي عليا شي حاجه في حياتها، مي شي حاجه انا ضراتها ما كتقولهاش ليا. علاش سيرتو احيانا كتخاف من رده فعلي انا، مثلا شي حد ضايقه في المدرسه ولا شي حاجه كتقول لي انا عارفه رده فعلك كيفاش غتكون، داكشي علاش ما قلتش ليك. امتى كتقول لي انت كدوز على واحد المده؟ كنت قلت لي ماما الصراحه راه وقع وها وقع. تكلمتي على قوه الشخصيه، قلتي انها شخصيه قويه، وكنعرفوا بانه شخصيه الانسان كتكون في مرحله الطفوله، من الطفوله وفاش كيولي طبعا طفل يافي ايضا، واللي كيساهم في هذه الشخصيه المحيط العائلي ديالو، يعني الوالدين في التعامل ديالهم معاه. كيفاش ممكن في نظرك الطفل تكون عنده شخصيه قويه؟ واش خص الاباء يكونوا صارمين في التعامل، قاصحين في التعامل معه، ولا خص يكون نقاش ويكون حوار ويكون؟ شوف، ما كاين ما احسن من الوصايا اللي وصانا الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا النطاق هذا. انا تندير التربيه التقليديه لاني اؤمن بها. نعم. ياك، والصرامه في التربيه اؤمن بها، لان الطفل باقي احما ما عندوش باش يقدر يحكم على الامور، باقي ما عندوش اليات باش يقدر يمشي حياته، فدونك خصك تكون صريح معاه نوعا ما. وفي نفس الوقت كنخلط بالتربيه الحديثه، هو انني مثلا تنعطيها المجال، لدرجه انا كندير النقيضين، لدرجه انا شي مرات تقول لي لا وزيري مع بنتك، شي يقول لي وحشومة عليك رخفي عليها هكا وهكا، وكنقول لها تنقول لها انا مثلا ملي كنت في سنك او في هذا الموقف راه هطره ليا وهطره ليا وهطره ليا. كتقولي بصح ماما واو بزاف. دونك خليط. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. جوري، شكرا لك اللي حضرتي معنا. العفو. انا كنت فرحان انك تجي عندنا اليوم البرنامج ويعرفك الجمهور، وكنتمنى لك ان شاء الله النجاح والتوفيق في مسارك الدراسي. تبارك الله عليك. تبارك على جوري. شكرا. شكرا لك. شكرا.
إلهام وعزيز، غادي نمشيو دابا فواحد الفقره كوميديه، نشوف واحد لو سكتش غادي نعاودو نتلاقاو انا وياك باش نمشيو لفقره الجوكر. اه واخا اوكي اوكي يلا تلاقاو بعد الفاصل. تي هذيك فينيده الحلوه، يا فينيده ويا قطيب اللوز خليوها تدوز، يا فينيده ويا قطيب البنان خليوها تبان. هلا واه هلا واه هلا واه هلا واه هلا واه هلا واه هلا واه. بس بس بغيت لك السر، مجوج ولا باقي؟ فينيده والله ما ندوي معاك تضربها ليا بتزغريتها. بارك الله يعطيك الصحة. انت كي دايره صحيتك؟ الحمد لله حبيبه اللي خبرتك. ها فين غبرتي؟ اه في الدنيا. عرفتي انت هذيك الشنطان ديالك راه ما مخرجكش مع عباد الله. ياه انا جبت لك خطه جديده قدام رشيد. شوفي انا راه سولت عليك لقيت عندك مع الحساب والمات، اش ديري الحساب؟ ها اخبارك راه وصلت. هذاك الشيء علاش جبت لك الخطه كتبدا ب 19. ضربيها ب 19. ضربها ب 19. اي خلي بنادم اللي بغى يقول يقول، اللي بغى يهضر يهضر، اللي يطلع لك القرده للسطح خرجي لي الكوشيه. صحيبتي جبر ميك حدا رشيد وخرجي لي الكوشيه نهضر معاه. يلا بسم الله. قولي السلام. انتي مالك جايه تعزي؟ السلام. ايوا هكاك اخويتي كي دايره؟ اوكي دايره لاباس عليك الحمد لله. اوكي دايره مريم دوبار الحمد لله. وصحيحتك الحمد لله. سمعيني. اه انا راه عارفك حقانيه. اشنا هي؟ انتي حقانيه. اييه واش ندوي ولا نسكت؟ لا خايتي عاد ولا عندك شي جايبه معاك شي عقولي انا جايبه معايا فاش نهز. مرحبا اللي لا تحاطو حدا وليدي رشيد. مرحبا. سمعي انتي حقولي لي اش كيقول لك راسك؟ عاد طلع لك القرده للسطح ها وتحزمي راسك بالزيف كل برمه وتبيع علينا حنا بالمعاني. السوسه اللوسه سوسه حنا طبت سنين. انا خايتي عمرني ما هضرت على اللوسه ولا هضرت عليها كاع، فاش جاتني مالك؟ ناري ناري على الكوشيه قريبه للكوشيه. لا واخايتي شوفي انا كنهضر عليك كضرني وضر الجمهور. بغيتي الصراحه؟ اييه. ولا فك الكبر وبوعلال؟ انا؟ ايه شحال هادي عاد فيا الكبر، من شحال هادي ما عدت نقول على البشينه البيضه والسكر تاع القالب، واللي يجيب الكرتونه يردها، والله بو ما كانت الخنشه وبالقنب. تاع الدوم يا لا دخل. يا ناري حطاتو لي يا رشيد وحطاتو. رشيد حق مولا انا تولى فات فنطيز. هاد الكوشيه قول لي علاش؟ علاش؟ قدام رشيد، رشيد راه حقاني. الله يا امي انت الله خلعتيني برشيد، رشيد بحال خويا قول لي اش كاين؟ واخا علاش انا في تيك توك درت لك التكبيس ودرت لك متابعه وما رديتيهاش ليا؟ والله خايتي ما عرفتك حق مولا انا سمحلك لا ديرهاش ملي قالت الصواب. شوفي ياه انا هذاك ثقي بيا دروك كاع نهضروا تاعت بصح. مازال هذاك انستغرام علمت لي شويه قريت عليه انستغرام. وما ذاك هذاك الفيسبوك وذاك والتيك توك حق مولا انا ما نعرف منين نجي، راه كنلوح وصافي. وشويه ذاك النهار تلقيت راسي داويه مع الناس في المباشر كيشغل الاخبار النشر خل الجويه الخطبه بداك الشيء. الله تعلم. صبري 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 ملي انت ما تعرفيش ليه. اه علاش كتقبلي الهدايا؟ كنتي دايره لايف وحاجه زيف حياتي من راسي شاريه جديد من مرشيش وصيفطته لك وخديتي الزيف. وترى مارين تيك توك قالوا لي خاصك ديري بحال هكا. وانا كبست لك. اختي وشغلك هذاك انا مالي عورت لك صيفط لك عوده عرقانه. ويلي على عوده عرقانه نشفوا على كانت عرقانه درك انا باغا زيفي. اجي والناس اختي بغا يعطوني الهدايا تي مالك جهد ما نصير على الكوشيه. ويلي على خدي يا عزويف تاع الراس ديرو على راسها. ويلي عشاف رشيد وحشمت. شوف ياه انا لساني سابقني راه كيسبقني في الدرج يحل لي الباب. واخا عاد زغرتي وتصلي على النبي. لا زغرت وتصلي عليه. يلا انا نازله صبري. مرحبا مرحبا وزيد الخدام. شعيبه شعيبه. Allah'ım el, 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 el.
جا معايا تحمر ليا وجيب لك هي معلوم سالي مع رشيده هادشي بغات تكشيط. شوفي اول حاجه بعدا رجاء لطيفين، انا من الناس اللي كتعجبني بزاف ياك. عرفتي شنو اكتشفت اليوم؟ واحد الحاجه جديده جدا بزاف بزاف، راك ما واخداش حقك في خبارك وسرعه البديهه والارتجال. ربي يحفظك الكلمه بكلمه. برافو عليك رشيد. الله ما ندور معاه، الله ما ندور معاه. حبيبه ديالك الله ينور. برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك. وانا وقفت حيت عجبتيني بزاف حبيبه. ربي يحفظك. اه عاد مشي معايا. صافي مشي. واه واه هكاك ما تقمدينيش بجوج كلمات. برافو عليك وتخليني تسن. سيري تي يا وليتي مسقيه مع الدراري. سيري سيري راه تحطو تحط البنادم عجبتها وخليها. إلهام وعزيز، من بعد ما ضحكنا مزيان وفوجنا شوية غادي نمشي أنا وياك الآن الفقرة ديال الجوكر. مستعدة ليها ولا تاخذي نفس؟ لا عادي ماشي مشكل. ياك؟ عادي يلا. وجدي راسك؟ أها. تلقاو أنا وياك الجوكر. المشاهدين فقرة الجوكر بعد الفاصل. شو رشيد شو شو شو. إلهام وعزيز مرحبا بك في الجوكر. بارك الله فيك. نبداو؟ نبداو. توكلوا على الله. يلا يلا بسم الله. كانت نقرا لك السؤال. ها نجاوب نجاوب. إلهام عزيز، وصحيح انه كان عندك خلاف مع فنانة مغربية كانت كتقوم بالقذف والتشهير في حقك، و انت ما عمرك تقدري تشتغلي معها، واش هادشي صحيح؟ صحيح. دون الكشف عن الاسم. لا تستحق اني نقدم لها دعايه مجانيه. هذا الشيء صحيح. صحيح. اوكي نمشيو للسؤال اللي بعد. بسم الله. جو خد. إلهام عزيز، راجت بعض الأخبار كتقول بأنك أنت اللي كتصلي بالمخرجين والمنتجين لطلب العمل، وبعض الأحيان بأثمنة بخسة فقط باش تباني في أعمال مغربية. باش نبان في أعمال مغربية. أولا أنا ما محتاجاش باش نبان في أعمال مغربية، الحمد لله عندي قاعدة جماهيرية كبيرة الحمد لله. ما فهمتش كيفاش غنهز التليفون ونطلب نقول لي شنو خلصني باللي كان. ما راكباش، ما راكباش الاشاعه على بعضياتها ما راكباش. نقدر مثلا مع مخرجين اللي هما اصدقائي من بعد مثلا يكون عنده واحد العمل وانا عارفه هذاك العمل وعارفه قاريه السيناريو او معروض عليا هذا الدور او هذه، نقول لي شوف لعفاك انا هذا الدور حاسه براسي ما غاديش نعطي فيه، الله يحفظك اعطيني هذا. لا حسيت اننا ويقدر يكون وفعلا وقعت لي هذا الدور. المساحه ديال التواجد ديالو اكبر وحتى الكاشي ديالو اكبر، ولكن انا حاسه يا غنكرر نفسي فيه يا غادي ما غاديش نعطي فيه بحال هذا. اذا هذا بالنسبه لك كلام ما كاينش، كلام فارغ. لا اشاعه تخلو من الصدق تماما. اوكي بسم الله. إلهام تبغي نقرا السؤال؟ اقرا. سمعنا بأنك تعرضتي لصدمة قوية من طرف شخص قريب لك، اليوم بغيناك تكشفي لينا واش إذا كانت هذه المسألة احتراما لأي حاجة شخصية
الا ما بغيتيش تبوحي بها لينا راه من حقك يعني ممكن تحط فيه السؤال. ماشي غنحد في السؤال، مي نقول لك كلامك صحيح وتعرضت فعلا وماشي شخص واحد، اشخاص اشخاص وتصدمت، صدمت فعلا، صدمت صدمت لدرجه اني شديت الفراش واحد المده طويله. انا حاجه وحده، بعضهم الان كيرسل لي وسطات وكيطلب مني السماحه. انا حاجه وحده غنوجه لهم رساله الان، عفاكم انا اعتبروني مت لهالدرجه. اهلا صافي، عرفتي علاش؟ حيت مني كتغلط مره وكندوز ليك وتغلط الثانيه وندوز ليك والثالثه كطمع كتقول هاد السيده راه عادي عندها راه غدوز. لا انا قبيله قلتها لك، كانت بيني وبين الناس شعره معاويه وكنت كنحرص عليها. دابا السناسل راه الا شديتيني بسلسله غنقطع ايدي ونعطيك يديها معاك يعطيني اتساع. ما تدقوا عليا، ما تسولوا فيا، ما تهزوا حتى التليفون. شكرا. خبيز كارم كتبصوا تحطوا في واحد القنت. اوكي نمشيو للسؤال اللي بعد. لا دا جوكر يس اوكي. احتراما لشي ناس راك انت عرفتي. اوكي اخر سؤال. مرحبا. يلا نجيب نجيب حيت نمسحو هادشي. شنو لا غنجاوب عليه شد هكا راه هضرنا عليه قبيله ولكن غنجاوب عليه عاوتاني. إلى عزيز شنو ردك على الناس اللي كيتهموك بانك تستغلي اختفاء الام ديالك من اجل كسب تعاطف الناس؟ كنقول لهاد الناس خير اجابه السفيه هي السكوت عنه. سفهاء ياك ما لقاوش شي حاجه يشربوا بها اتاي كيشربوا اتاي بالهام وعزيز لانهم ما قادرينش كيف قلنا قبيله. هذاك اللي كاع اي واحد ناجح واكيد انت كتعرض ليها. ملي كتنجح كاينه نظريه التماثيل المكسوره، خاصهم لا شتي هذاك راه بدا كان كذا، هذاك راه كيدير، خاصهم يهرسوك باي طريقه. وهذه كاع الناس اللي كتنجح علاش؟ لانه هو ما قدرش يوصل لنجاحك. ولا هما كيقولوا التعاطف، اذا هنا تفهم شنو ناقصهم هما، حيت كل اناء بما فيه ينضح. هما ناقصهم التعاطف ديال الناس، ناقصهم حب الناس، لذلك قال بانني انا ذاك الحب ديال الناس اللي عندي ها باش خديته. انا قبل ما يوقع هذا الشيء الحمد لله الحمد لله عندي جمهور اللي انا كنبغيه وكيبغيني وكيتعاطف معايا بلاش. الناس كتعاطف معايا في مشاهد كريت فيها العصا عاد في مشاهد في اشياء حقيقيه. الله يديم ما خلق، الله يديم ولا يديهم. إلهام عزيز شكرا لك. العفو رشيد. بارك الله عليك. الله يبارك فيك. مرحبا مره اخرى بالجمهور اللي كيتبعنا. معنا إلهام وعزيز في الفقرة ديال الميكسور. مرحبا بك. بارك الله فيك. العصير. العصير. إلهام. أنا عارف كتعجبك العصير، قبل ما تدخلي قالوا لي كومونديتي العصير في لالوج، ولكن هذاك العصير ما كانش كافي أننا نضيفوك به، هذاك علاش قلنا نديروا هذا العصير هذا متنوع وفيه بزاف ديال لي زانكغيديون. إلهام وعزيز نطرح لك سؤال وخصك تجاوبيني. واخا. أنا راه نطلب حاجة وحدة غير تجاوبيني. متفقين؟ واخ ان شاء الله. إذا سولتك الآن وأنت في الساحة الفنية سنوات هذه وكتعرفي بزاف الممثلات المغربيات، إذا قلت لك شكون هي أفضل ممثلة مغربية كاينة الآن في الساحة الفنية؟ لا غير باش أنا غنجاوبك. ولكن نجاوبك على الفترة اللي كنت كنتفرج فيها. أوكي. باسكو أنا دابا هذه واحد الفترة ديال سنتين أو ثلاثة ما كنتفرجش. ما كتشوفيش التلفزة بزاف. ما التلفزة ما كتشعلش عندي الدار نهائيا. أوكي. دونك لما تعطينتي جائزه ديال احسن ممثله مغربيه، جائزه احسن ممثله مغربيه نقدر مناصفه وحده فضيله بن موسى. لاله فضيله بن موسى. مزيان مزيان. بقيتي غدا بحال هكا ما
غادي ندوز هاد الفقره زوينه. يلا يلا شكون هي الفنانه؟ الاسم ديالها اللي تكلمنا عليها في الجوكر وقلتي ما تقدريش تشتغلي معها واللي كان اداتك في واحد الفتره، واش تقدري تعطيني الاسم ديالها؟ الاسم ديالها انا ما نقدرش نعطيك الاسم ديالها ياك، باش نكون صريحه معاك. عندها وليدات، لان انا تحت لي ماشي انا ذاك هذيك الوقيته تحت لي فرصه، او جاتني الفرصه تعرف جاتني الفرصه انني ما تبقاش تقرقبها بالمغربيه، كان في امكان ولكن على قبل الوليدات وعلى قبل هذا ما نقدرش نقول سميتها، و حتى هي عندها جمهورها كيبغيها ونبغيها تستمر والله يسهل عليها والله يكمل عليها بخير. ادتني علمتني دروس في الحياه، كنقولها شكرا. بسباس ما فيه ما فيه حتى مشكل في العصير. يلا اعطيني اسم عمل قدمتيه في مسارك الفني وكان هو الاضعف ما بين جميع الاعمال اللي قدمتي. كان الاضعف؟ نعم نعم. اكيد كاين باش ما نكذبش عليك، ولكن الاسماء لا تحضرني الان. الاضعف اداء بالنسبه لي انا. نعم انا ما كنتش فيها، هو مع احترامي للمخرج نور الدين دوغنا، هو خارج الشرقيه الفيلم السينمائي اللي كنا كنهضروا عليه قبيله في عزيز داداس وسي مصطفى داس وكين وهذيك، لان هذاك الوقت كان باقي يلا مر اسبوع تقريبا او 10 ايام على الاختفاء ديال ماما. هذو اللي كيقول لك كتستغل الاختفاء ديال ماماها، وما بقى ما باغا نقولها لتا واحد، وديجا عطيتهم كلمه انني نخدم معاهم، وديجا عولوا عليا وعيطت لختو قلت لها غتسمحوا لي ما نقدرش عندي ظروف عندي، قالت لي الا ما يمكنش لا ديرنيير مينوت تقولي لي هذه الهضره. قلت لها صافي انا جايه، فانا ادائي فيه ما كانش مستوى. اوكي ما راضياش عليه، مي الفيلم رائع. شنو بغيتي ندير لك؟ ندير لك لافوكا ولا ندير لك الكيوي؟ لافوكا مع البسباس مع كي اللي عجبك. اللي بغيتي انت اختاري. دير لي لافوكا يلا. اوكي يلا. غير ما تفرجش عليا شرب هذا الشيء كامل. الهمتي ماشي ديال الحار. في الموسم القديم كليت الهريسه عندك ولا ما كليتهاش؟ ما عرفتش ما قلتش. انا ما عقلت. اوكي. ما كليتهاش. الهام الا قلت لك في طريق الورد شكون اللي عجبك الاداء ديالو اكثر؟ ايوب ابو النصر ولا سعد موفق؟ ايوب ابو النصر صراحة، ربما لأن أيوب كانت مشاهده معايا مباشرة. أنا قلت لكم صراحة كان يدهشني هذاك الولد، عنده واحد الكم الإحساس، وكنقول للمخرجين اوكي العصير بان لي مزيان لحد الآن. في حاجة وحدة اللي ماشي هذيك هي البسباس. مي بسباس معليش بسباس زوين. لا زيد. اوكي دابا آخر سؤال هذا. قول لي بغيت نسولك. شحال الثمن ديال ديك القلادة اللي دايرها تما؟ هذا ذهب ولا ماشي ذهب؟ اولا هذه ماشي ذهب صافي ما غنسولكش. ثانيا هاد اللبسه كلها كنشكر عليها العائله الغزاله الزويونه لارا راويه شكرا بزاف. غادي نسولك اخر سؤال. صافي سالينا الاسئله يلا اخر سؤال. لا والله ما نقول لك لا تفضل بالعكس. ما تقولش لا جاوبي على السؤال هذا اللي غيجي. جاوب عليه كيف ما كان. يلا قول. يلا قول. شحال كان المبلغ اللي تقاديتيه في طريق الورد؟ المبلغ غادي نحرجكم. دوزان. غتقولي لنا المبلغ شحال؟ دوزان كريمه وانا استاهل. تبارك الله عليك. الرقم باش كيبدا بعدا؟ باش نزيدوا حدا الزيروات. لا نقول لك الرقم باش كيبدا ما غنكملش. كيبدا بجوج. جوج
وجوج الزروات حداه إذن الله يجعل البركة. صافي فهمنا، تبارك الله عليك. يلا عصير زوين. مابقاش كيسكين كبير حيت أنا كنشرب العصير كيسكين كبير. يا سلام يا سلام. أنا حسك على هذا العصير هذا. ايوا جيبوا لنا كاس اخر عافاكم، وجيبوا لنا كيسان للضيوف. عرفتي شنو؟ صحة وراحة. غادي نحكموا على رشيد. علاش؟ يصايب العصير للجمهور كامل. مرحبا مرحبا مرحبا. هذا الجمهور الغفير هذا. صحة وراحة. يعطيك الصحة. كيف جاك العصير؟ لا زوين لذيذ. إلهام عزيز شكرا لك بزاف. شكرا لك رشيد. كنت فرحانة أنني معك. حتى أنا فرحان بوجودك معايا وبتلقائي ديالك والصدق ديالك، وكنتمنى لك إن شاء الله مسيرة موفقة وتقدمي لنا مازال أعمال اللي تمتع الجمهور المغربي. أنا وياك. أنا وياك إن شاء الله، علاش لا؟ تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. إلهام كلمة للجمهور اللي كيبغيك اليوم، شنو تقولي اليوم؟ كنبغيكم بزاف، والله سبحانه وتعالى وحده اللي شاهد وعارف مقدار حبي لكم. دائما تنقول لكم في وسائل التواصل الاجتماعي انا كنعتبركم عائلتي، مش كنعتبركم انتم عائلتي، وصدقا وانتم عارفين انتم سندين بعد الله سبحانه وتعالى. بحبكم استمر، بدعمكم استمر. ملي كتعجبكم شي حاجه كنفرح كنفرح، وكتشجعوني اكثر انني نضرب لكم الف حساب في كل مشهد كنصوره، في كل كلمه كنقولها، وفي كل عمل كنقدم. إلهام تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. وغنساليو الحلقه ديالنا بالموسيقى. وهاد المره غنطلب طلب من مايسترو الشرقاني انه يعزف اغنيه ويغني لنا شي اغنيه باش نختموا. لا 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 محني زين العمر، محني زين، محني زين مولات العينيه، محني زين العمر، محني محني الزين العمر، محني الزين، ومحني الزين مولات العيني، محني الزين العمر، محني الزين، محني الزين مولات العيني. ومن درني عوام عوام لبنات العمر، محني الزين، ومحني الزين مولات العيني، محني الزين العمر، محني الزين، وقولي صباح الخير ما ناشي عدوك يا العمر، محني الزين، ومحني الزين مولات العيني، محني الزين العمر، محني الزين، يا ماما محني الزين مولات العيني. ومن درني كابوس نقتل ما نموت العمر، محني الزين، ومحني الزين مولات العيني، محني الزين العمر، محني الزين، محني الزين مولات العيني. ومن درني قطع وطحن الفراش العمر،